هاد الناس لا زالوا على قيد الحياة لأن ما كانش شي حجة شي بينة، لأن كتبت لينا هاد الناس بأنهم ميتين. هما 100% ساكن اليوم موطور مساكن وسط البحر مضرين ضايعين وسط البحر. ضايعين. ما كانش لا كوبطير ما كاين والو، لا كوبطير اللي خصها تعطيك هاد الشيء هذا. ما كانش لا كوبطير ما كاين والو، اش البحر هذا؟ بغينا شي ضمير حي يجي يرحم هاد الأموات وما لقيناش، وحسبي الله ونعم الوكيل. الأكباد اللي كتحرق ليلا ونهارا عيب وعار على المسلمين. باقي في الحياة هذا ما كاينش شي دليل، على الأقل غيكون عندهم واحد فوق من واحد 50 بيدو خاوية ديال الماء. بيدوات 50 بيدو على الاقل، بيدو خاوي غيكون فوق الماء. حنا بغيناهم يجيبوا منه خا غير يجيبوا لنا خا غير صبيع في مخا غير قريدو خا غير كاشكور، نجيبوهم لمواتهم يشوفوهم حتى هما يدفنوهم ويبقاو حتى هما من الجمعه للجمعه يزورهم. ولكن هاد الناس راه ما كايناش شي حجه بانهم كتبت لينا بان الناس ماتوا نهائيا. يكون ضربهم شي بابور، حنا بغينا غطايه ديال بيدو كاع، غا بيدو غا شوفطاجه كاع نهائي. شوفطاجه كتكون فيها النمره ديال الفلوكه ديال الزورق، النمره ما كاين لا شوفطاج لا والو، ما كاين شي دليل. الدري الرئيس عنده جبنيات ساكن تويميين وعنده بنت كبيره، ثلاثه الوليدات عاد غيخليهم وغيمشي يحرق وقديم زعما وراجل كبير. جابوا لك كوبتير امس، كانت الشتا البارح، كانت الشتا اللي صعيب عليهم اصلا باش يشوفوا، الرؤيه غير واضحه، خاصهم يعاودوا نفس المحاوله اليوم السبت. اليوم جينا التجئنا اليوم هبطنا اللامارين، قالوا لنا احنا نقدروا نخرجوا لا كوبتير غير مره واحده، ما نقدرش نخرجوها اليوم وغدا. سير طلعوا للعماله، طلعنا للعماله صدمنا اليوم حتى كيف ما كتشوف اخويا الباب مسدود. اليوم 7 ايام، غدا 8 ايام، ما عرفناش مش حاجه. انا هو اخر واحد كاع بقيت معاهم، نهار بغا يخرجوا صافي منو غيزيدوا، انا هو اخر واحد شفتهم تيخرجوا الصبح، خرجوا السبت مع الصباح لحد في عشيه تيدخلوا، ولا كثروا كاع 2 مع الصباح خصهم يكونوا هنايا. هما اصلا الناس ديال الدارك الملكي في مرسى تقول لنا عاد يكونوا زعما مشاو حرقوا ولا شي حاجه، ولكن القاشطي وداك الشيء اللي مخرجين معاهم ماشي ديال الحريق، وماشي ليسانس قليل ماشي ديال الحريق، الماكله الماء داك الشيء قليل، داك الشيء هذه اليومين غاديين به. الماكله الخبز غاديين 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 كاع ب 20 خبزه، هما ثلاثه 20 خبزه دير لهم 8 ايام يعني غدير لهم يومين 8 20 خبزه يومين، غاديين بجوج خمسه ديال الماء ليسانس عندهم ماشي 70 لتر ما 80 لتر، يعني ماشي زعما شي حاجه كثيره اللي غادي الحريق كتدي معك على الاقل على الاقل واحد 400 لتر ولا 500 لتر ديال ليسانس. لا بغيتي تحرق البحر هذاك ماشي كار غادي به غتنزال، ولا البحر هذاك ما عارفش لا كنتي غتمشي ب 20 غتدي معك 40، ديما دي معك الدوبل ديال هذاك الشيء. يعني هما دابا نقول حنا باقيين في الحياه. باقيين في الحياه هذا ما كاينش شي دليل، على الاقل غيكون عندهم واحد فوق من واحد 50 بيدو خاويه ديال الماء. بيدوات 50 بيدو على الاقل، بيدو خاوي غيكون فوق الماء. غطايه غير كاينين طوابل ديال اللوح، كاينين بيدوات ديال ليسانس، كنا ديك لي زروال ديال ليسانس، كاين بزاف ديال الحوايج هادشي كامل تيهزو الماء، بوطه صغيره تيهز الماء، اي حاجه تيهز الماء، يعني راه ضروري. لا تقشيره ولا صندال الاول، او صندال غتغرق هي يعني لابس صندال ديال الصبع الدري ولد خالتي انا خارج لابس صندال ديال الصبع، يعني صندال قاعده ديال الفرشي ما تبقاش اللي غتهود غتبقى عينه، وكان شي حاجه ضروري ما تكون شي حاجه دالي وشي حاجه كاين. هما 100% ساكن اليوم موطور مساكن وسط البحر مضرين ضايعين وسط البحر. ضايعين. ما كانش لا كوبطير ما كاين والو، لا كوبطير اللي خصها تعطيك هذا الشيء هذا، ما كانش لا كوبطير ما كاين والو، اش البحر هذا؟ ولا بحال من هنا هما دايرين 12 ساعة، والسيمانة هذا يكون واحد فوق من 300 ساعة دابا، ولا فن العلم ولا في اللايحة في البحر دابا، يعني طيارة اللي خاصها تجيب هذا الشيء هذا. الطيارة اللي خاصها تطلع تشوف الدور تشوف شنو بغيتو دابا؟ ماشي بحال البارح، بحال البارح جاية طيارة دارت فوق تدور فوق من المدينة، واش طيارة واش هما خارجين فوق من المدينة؟ ما خارجينش في المدينة هما، خارجين البحر، ضاربين 12 ساعة ديال البحر، شنو 12 ساعة؟ راه 12 ساعة ما ساهلاش، راه باش يمشوا للبلاصة اللي يصيدوا. الله يحسن العون. 12 ساعة اللي تيضربوا، 12 ساعة مشيان، ويقدر يضرب 16 ساعة ولا 14 ساعة مجيان. دابا البحر المشيان ماشي هو المجيان. المشيان تكون غادي بك البحر، تكون جاي متقل، جاي الريح ترجعك تضرب ساعة ترجع نص ساعة، فهمتي؟ ماشي ما هادشي اللي كانت الكليسانات عندهم قليل، ماشي زعما يعني ماشي ديال انهم يفكروا في الحريق وداك الشيء، ما كاينش هذاك الشيء اصلا. الدراري هما خاشي اسال الحوت، والدراري ما زعما معمروا ريوسهم، حتى راه كانوا شادين فليك وكان شي حاجه كره دو فليك وما يهزوا فلوكه ويدوها، علاش غيتسناو تا يخرجوا للبحر في المنزله وغيدوا فلوكه؟ تتقاد المنزله نيت ويهزوا فلوكه ويدوها، وكانت حاجه ديال الحريق نيت.
حيتهم غادي يموت ثلاثه وليدات غادي ب 20 خبزه. واحد الدري الرئيس عنده جبنيات مساكن تويميين وعنده بنت كبيره ثلاثه الوليدات عنده يخليهم وغيمشي يحرق وقديم زعما وراجل كبير ما يمكنش غادي شي دار الحريق. نطالبوا بلاكوبتر تخرج تقلب لنا عليهم. هو كاين واحد شويه الامال وهو غير شويه بسيط ولا كثير. المهم حنايا بغينا هاد الناس اللي جينا عندهم امس جابوا لاكوبتر اللي كنسميها انا ولا حنا قاعد الساكنه اسف كنسموها محاوله فشيله. جابوا لاكوبتر امس كانت الشتاء البارح كانت الشتاء اللي صعيب عليهم اصلا باش يشوفوا الرؤية غير واضحة. خاصهم يعاودوا نفس المحاولة اليوم السبت. اليوم جينا التجئنا اليوم هبطنا للمارين قالوا لنا احنا نقدروا نخرجوا لاكوبتر غير مرة واحدة ما نقدروش نخرجوها اليوم وغدا. سير طلعوا للعمالة. طلعنا للعمالة صدمنا اليوم حتى كيف ما كتشوف اخويا الباب مسدود. احنا بغيناهم يجيبوا لنا وخا غير يجيبوا لنا وخا غير صبيع فيهم وخا غير قريد وخا غير كاشكور نجيبوهم لمواتهم يشوفوهم حتى هما يدفنوهم ويبقاو حتى هما من الجمعة للجمعة يزورهم. ولكن مع من غدوي مع من غدوي تهرس الدقدق يجي دوك الحبس مع من غدوي. احنا كل شيء قانوني كل شيء زوين لابسين زوين وكندوي زوين وواقفين زوين وكل شيء زوين. مسؤول واحد ما كاينش كل شيء كاين حتى المسؤولين. بغينا شي ضمير حي يجي يرحم هاد الاموات وما لقيناش وحسبي الله ونعم الوكيل. اما رجعنا الله اما رجعنا الاول والاخره في الله سبحانه وتعالى. بغيت نقول غير حاجه واحده غير عيب وعار ان لاكوبتر تجي والدور فوق من اليابسه باش العائله باش حنا نشوفوه ونقولوا واه راه لاكوبتر جات. لاكوبتر خاصها تمشي للبحر ما تجيش فوق من البرد تقلب. وخاصهم المتابعه اليوم ما لقاوهمش يقلبوا غدا وبعد غدا على الاقل ثلاث ايام ولا سبع ايام ولا ثمان ايام ولا سيمانه تلقاهم لينا. راح شوم يقلبوا ساعتين من الوحده ونص تاع الظهر حتى الثلاثه ديال العصر ساعتين قد قد ويلي راه يلقاوهم فيها. وكاين واحد النقطه اخرى كاين واحد اللعيبه كيديروها في الفلوك انا راه بحر انا كنخرج للبحر كاين واحد الحديده كيقولوا حنا راه بحار انا كنهضر معاك انا اصلا كنت غنكون في هاد الفلوكه. هاد الشيء اللي كان واقع كان غيكون واقع ليا انا غير خرج الدري الزكريا. كاين واحد المسمار كيكون في الفلوكه كتوهمنا لا ماري كتوهمنا بان هذاك المسمار فيه جي بي اس كيحطوا لنا في البروه في الصاري تاع الفلوكه غير كتوهمنا كتقول لنا احنا حاضينكم وراحنا مراقبينكم وراحنا شي حاجه. وملي كتوقع شي مشكل وكذا غير كيكذبوا علينا كيقول لنا راه عندكم وهاد كيوهمونا وصافي. حسبي الله ونعم الوكيل. عينا من الخداع عينا من الخداع عينا من الخداع. 34 سنه ديال من 89 انا كنت في الصحراء كنا في الصحراء ولكن احنا هاد الحالات هادو كنعانوا منها بزاف كلها هاد الناس ماشي حراقه ماشي هاد الناس كيبحروا ورا مديين على البحر وهاد الناس ما عندهمش ما كيبيعوش في ارواح الناس ما عندناش هادو بحار احنا ما عندناش فين نمشوا الا البحر. احنا كنعانوا احنا حاليا نيت انا مني كندوي على حقي ما بقاش كاع حتى يخرجوني حتى البحر انا بدبلوماتي بكل الماليه كنعانوا راه عنده كل شيء. هاد الناس خاصنا شي دليل ولو يكون بسيط لان احنا ما كاينش شي دليل نهائيا كيقول لنا هاد الناس راه ماتوا ولو يجي فيهم غاب بور كاع يضربهم بالليل. هي كاين لانهم ما كيصيدوا في المياه الدوليه لان هاد المره خيرة ضروري الابحار ديالها ما كتبحر الا في المياه الدوليه ما يمكنش ليها تكون في القروبات ديال خمسه سوايع ولا ثلاثه من فوق 12 وفوق باش كيبحروا باش يجيبوا الحوت بكثره. ولكن هاد الناس راه ما كايناش شي حجه بانهم كتبت لينا بان الناس ماتوا نهائيا. يكون ضربهم شي بابور حنا بغينا غطايه ديال بيدو كاع غبيدو غا شوفطاجه كاع نهائي شوفطاجه كتكون فيها النمره ديال الفلوكه ديال الزورق. النمره ما كاين لا شوفطاج لا والو ما كاين شي دليل. حنا بغينا رئيس مصلحه يكون معانا هنا في هاد الساعه المباركه وهاد الناس اللي كتعاني وهاد الاكباد اللي كتحرق ليلا ونهارا. عيب وعار على المسلمين ويسمون انفسهم مسلمين ونحن نرجو جلاله الملك يوقف معانا حاليا الله ينصر سيدنا امير المؤمنين. هاد الناس لا زالوا على قيد الحياه لان ما كانش شي حجه شي بينه لان كتبت لينا هاد الناس بانهم ميتين
لو كنا عطاونا غا شي دليل وهاد الناس اللي سادين علينا الابواب خاصهم يفيقوا ويساندونا. هادو علاش؟ ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم في شيء، هذا راه عيب وعار على المسلمين. السلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.